في كل الديوانية في شخص يقول لك شنو تسوي ما تسوي، وإذا جيت تسأله تقول له شنو الأشياء اللي أنت تعرفها عن هذا الشيء، يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. احنا اليوم رايحين ناخذ المعلومات من شخص مختص، أخصائيين تغذية تعبوا وتعلموا عشان يفيدونك. ليش ناخذ من أحد غريب؟ ناخذ من شخص مختص. خلكم معنا. عشان نعرف موضوع المتن والضعف اكثر، معانا اختصاصي التغذيه الاستاذ عبد الله المسباح. حياك الله معنا. الله يحييك، يعطيك العافيه. بالبدايه نبي نسال هذا السؤال اللي ما حد يسالك اياه، في احد يبي يزيد وزنه؟ هم قله، لكن في ناس يعانون من نحافه ويحتاجون يزيدون وزنهم. يعني معقوله في احد يجي العياده يزور يبي يزيد وزنه؟ اي، مروا عليه حالات وايد يبون يزيدون وزنهم ومو قادرين، يقول احنا ناكل كل شيء وما نقدر او وزننا ما يزيد. لما تطالع نمط حياتهم تلقى فعلا هم قاعد ياكل، وهو يظن انه قاعد ياكل، لكن تلقى قاعد ياكل وجبه واحده هي كبيره، وجبه سريعه من اي مطعم ولا كذي، لكن فعليا هو خلال اليوم هو قاعد ياكل. هذا السؤال يوصلني حق سؤال ثاني. اول شيء هذيل بنعمه، لان مو محتاجين يضعفون، هم ضعاف بس يمكن يزيدون وزنهم. كم اقل نسبه سعرات حراريه ما يصير ننزل تحتها؟ طبعا يعتمد على كل شخص، لكن بشكل عام للنساء بحدود 1200-1400، للرجال اكثر. إيه تقريبا للرجال اكثر، 1400 الى 1600، بعضهم 1800 على حسب الحاله. ممتاز. وفي ناس يقول لك والله لا تاكل قبل النوم، الجهاز الهضمي ينام يريح، الاكل يتم موجود، شلون يعني؟ لا، الجهاز الهضمي شغال تمام، ما في اي مشكله. احنا ما نقول لا تاكل قبل النوم مباشره، ممكن ياذيك وما تنام زين. زين، فتاثير على النوم مو على الجسم. صح، بعضهم اللي عنده ارتجاع مثلا ما يقدر، يبي تاكل قبل ساعتين من النوم احسن لك، ممكن تنام زين. في بعضهم عادي، نقول عليك بالعافيه اكل ونام، ما في مشكله. هل الاكل بالليل بيخلي الواحد يمتن مثلا؟ لا، تونا خالصين شهر رمضان، الناس قاعد تاكل كلها بالليل، تسحرتنا اي من المغرب قاعد ناكل ليل فجر وقاعد ينزل الوزن، فالاكل بالليل ما يسمن، اللي يسمن كميه الاكل. ممتاز. في وجبات تضعف وفي وجبات تمتن؟ يعني يقول لك والله لا تاكل هذا الشيء يمتنك، لا تاكل هذا الشيء يضعفك. مثلا بعضهم يقول لا تاكل خبز يمتنك، وقف العيش تضعف، لا تاكل منتجات الالبان، او وقف الكاكاو والحلويات وكذا. ايه، بالنهايه كميتك خلال اليوم والسعرات الحراريه اللي قاعد تاكلها. ممتاز. البروتين يعني في ناس والله يقول لك انا ابي بناء عضلي، في ناس يقول لك انا ابي احتياجي اليومي، في نسب حتى الكالوريز، في نسب، شلون اعرف يعني السعرات اللي تناسبني؟ تمام. طبعا في اول شيء تحسب احتياجك من السعرات، السعرات هي الاساس كقاعده عامه، فانا احسب عن طريق في معادلات، في بعض الاجهزه اللي تحسب احتياج الشخص من السعرات. الحين احنا نوزع احتياجنا من السعرات الى مغذيات اللي هي البروتين والكربوهيدرات والدهون. نبتدي في البروتين مثلا، نغطي احتياجنا تقريبا جرام واحد لكل كيلو من وزن الشخص، هذا الحد الادنى، لكن ما هو المثالي. المثالي تقريبا 1.6 للرياضيين ضرب الوزن بالكيلو للبناء العضلي، للبناء العضلي والمحافظه على الكتله العضليه. طبعا بدون بروتين، البروتين مثل هو الطابوت او الحجر اللي تبني فيه البيت. ممتاز. فبدونه اسمنت يركب، بدونه ما راح تطلع لك عضلات ولا راح تحافظ على العضلات. حتى لو تتمرن انت قاعد تهدم عضلات وقت التمرين، لكن ما في بناء، ما في مغذيات قاعد تدخل، ما راح تقدر تبني ولا راح تقدر تحافظ على كتلتك العضليه. في الختام كلمه حابه توصلها لكافه المشاهدين اللي قاعد يتابعونا. يعطيكم العافيه ومشكورين على متابعتكم، وركزوا على الاساسيات ولا تفكرون بالشغلات اللي مو اساسيه. الاساسيات ان تاخذون احتياجكم، توزعون اكلكم على حسب اللي تكتبونه خلال اليوم، وجبتين ثلاث اربع، بالنهايه اهم شيء تكون من ضمن احتياجكم، والامور ان شاء الله سهالات. الله يعطيك العافيه على هذه الفرصه، ومشكور على وجودك معنا. هذه دعوه نوجهها لكافه المشاهدين، الاهتمام بالصحه مفيد واستثمار للمستقبل. الله يعطيكم العافيه، نلقاكم على خير في تقاريرنا القادمه. فما الله.